هي فنانة الزمن الجميل، قدمت على مدار سنوات عديدة لكتير من الأعمال اللي ما زالت لحد اليوم بنسمعها وبنستمتع فيها، إن كان بأرقى الأماكن أو على لسان الشباب اللي برددهم وين ما كانوا سهرانين. هالسنة قرر الدكتور هراتش رئيس مهرجان الزمن الجميل انه يلغي كل مواعيده ويروح مع بعض اعضاء لجنة الزمن الجميل ويزوروا الفنانة جورجيت صايغ ليعيدوها ويتمنوا لها عام سعيد وميلاد مجيد مليء بالاحلام الحلوة. بلغي كل مواعيدي مواعيدي وقت الالتي بتريدي بتريدي. وصلوا على بيتها المليان بالدفء والحب وهون بلشت الحكاية. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. نحن جايين نزين العيد لأحلى زينة العيد اللي هي جورجيت صايغ. مش من إيم فيك يا روح. وهيدي من سوسو. هي شفت بالسوشيال ميديا انك بتحبي هيك شعلات كتيرة وهيك، فليكي شو بعتت لك. واو هيدي شعل من الامارات. هيدي ميرسي يا عمي. ميرسي بوسي 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 انا اني من فرنسا صغيره يعني مش من ايه انا إذا عاد قالوا لك أمنية واحدة، شو حابة أمنية واحدة بتتمنيها الليلة؟ كون عاد راجب على المدرسة فيروز. دلوني على عينين السود وعلقوني علقوني يا ليل الليل المجحدود. أنا مبسوطة كبر قلبي فيكم. والدكتور يطول بعمرك وعقبالك السنة يا رب. يا رب. سلامتك. جميله انا جميله. بس ما بدنا نزعل. اغانيكي بتعرفي اغانيكي لهلا بغنوا بكل النايتات وكافيهات وريستورانات، بتعرفي هذا الشيء؟ ما بحضر. ضل بالبيت. بدنا ناخذك. بدك تدرسي وتغني. صح. بدنا ناخذك على محلات بغنوا لك اغانيك. عن جد عن جد. ايه ما بحضر. كلهم مش معقول. وبدي اقول لك كمان شغله بعد شوي، في مفاجاه صغيره بعد شوي. انطرونا. الو مستر سيرج كيفك؟ يلا نحن هلا هلا نحن مع ست جورجيت وبدك تسلم عليها صح؟ حبيب قلبي تفضل. هاي ست جورجيت. يسعد مساك. يسعد مساك انت. شو هالصوت الحلو؟ نحن كبرنا بهالصوت الحلو. الله. وبعدنا لهلا كل ما نروح على حفله وكل ما نلتقي وكل ما يصير في غنى خلاص. شفتي؟ الا ما ست جورجيت بدي اطلع اغنيه ونعرف طقوس حلية يا رب. اغاني جديده هون وهونيك الله يفرح ايامكم يا رب ويعطيكم الصحة يا رب. ما شاء الله اعطوني ضلكم مبسوطين يا رب يا رب. ونفس الشيء لك كمان. انت بتحطي الفرحة باللي انا عارف. انا بعرف من حالي ومن اصحابي ومن عائلتي، بس كل ما اروح محل حطعت على التليفون عندي هيك لأغانيك بتطلع غنية هيك بتشوف الفرحة والبسمة. طول عمرك يا رب. أنا مش كيفك أنت؟ الحمد لله كتر خير الله.
كثر خير الله مش بعرف انا امشي ربي بيضل معي باذن الله باذن الله باذن الله زيك صوتك مع احليه مع ولا لا ما طيب ما شاء الله طيب كلك زوج انا بشكرك كثير وسلمي على كل عائلتك وعلى كل الناس اللي موجودين معك من كل بيت من كل بيت عائلتك تحت البسيط ونحن بسفير وبس بس الحكيم حدك يبعث لي معلوماتك انا دغري ببعث لك طول عمرك يا رب بشكرك انا بهمني توقف على حدي مش يعني نفسيا لانه مدمره انت لو بتعرفي بركز تحطي بركز تطلعي على الجمهور تخبري الجمهور شو عم يصير معي لتشوفي قد ايه العالم متحكي من دار العالم رح يتصلوا فيكي يس ورح يساندوكي بمعنوية وغير معنوية طول عمرك طول عمرك تسلم على الكل أنا بشكر كل الناس كل الناس كل الناس وصل مرسي مرسي سيرج حكيم أنت إنسان ناشط أكيد طول عمرك بشوف حدا عم بمد إيده ليساعد غير هذا بنظر إنسان كبير طول شوق شاد 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 الحمد لله الحمد لله ويحفظك أمين أمين يا رب سيرج ما بعرفه أنا بس حكيني قال لي أنا من 3-4 أيام شفت فيديو عن جورجيت صايف وأنا بدي من نص قلبي ساعدها قال لي كيف فيني ساعدها قلت له وصلت بعد شي كم يوم عنا زيارة لعندها تحكيها وبتسلم عليها ورح يعمل مبادرة حلوة لست جورجيت عيدية للكريسماس وهذا الكريسماس حقيقي هيدا العطاء اللي نحنا ما بنعرف بكرة شو ناطرنا شو الله مخبينا كل شي حلو دلوني على عيني دلسوك وعلقوني علقوني يا ليل الليل المدحدود غفي العيون خفي العيون صدقوني يا أهلي لا تصدقوني شي شوية عيونه يا جوجو هلمي أصل المشكل أصل الحب الله وما حدا غيرن هني علقني بشباك الحب ولا تصدقوني يا أهلي لا تصدقوني شي شوية يقبرني جمالي قالت لي يا هراتش هلا العيد بتكون انت مشغول قلت لها بلغي كل مواعيدي ايوه كل مواعيدي مواعيدي قالوا لي انك سلمت وحياتك بنكر ايدي بنكر صوته حلو هيك بحبني مسبع الكرات بدنا نعملها هيك بدنا نعمل ديو يلا ديو بدنا نعملها تكون هي موجوده باذن الله اوكي سيرج بعت لك 2000 دولار رح يبعث هلا 1000 لأن ما فينا كله مع بعض في الويسترن يونيون بعد فترة رح يرجع يبعث لك 1000 دولار وعم بيقول لي بشهر 3 بعيدك رح يكون هون هني عندهم ريستوران رح قل له الشرف يعزميك مع أمه كمان موجودة رح تكون موجودة رح تكونوا مع بعض ويتصور معك Thank you. أنا بدي أقول لها أنه أول شيء مبروك على التكريم من زمن الجميل هي كان فرحتها بس فرحتنا أكثر نحن تكرمنا معه هاي اولا ثانيا يعني بدي تعرف انه نحن ما نسيناها وما رح ننساها مش مع التكريم تخلص القصه وكل واحد على بيته لا نحن رح نضلنا حدا
لاخر نفس ان شاء الله، وكل سنه رح نجي عندها. وهلا عرفنا امتى عيد ميلادها، ما رح قلكن. كمان رح نجي نعيدها، بس نتروها بعد شهرين. وصلوا لها لان عندها عمليه مهمه كمان. شو ما قلت له؟ كلامي بيخلص. دكتور صديق، صديق غالي، وافي. هي اهم شيء، وافي هو غالي. انا بدي اقول انه مش علاقتنا هلا بلشت بالزمن الجميل. بعرفها من 2015، يعني عم نحكي ب 8 سنين. من 8 سنين، 7 سنين تقريبا. مش امبارح تفكروا. لا إلنا زمان. ف ما انقطعنا عن بعض. ابدا ابدا، دائما بسأل عنا. نحكي مع بعضنا. ودائما بتطمن عنا. ضلوا بخير يا رب. وشوفكم. شوفكم، أنا كمان. ميرسي جان. ميرسي.